سيادتك يتذكر أن استضافة السيد رئيس الوزراء. سيد الرئيس سألناه هذا السؤال، أنه ليش متوزع قطع أراضي على الأسر العراقية؟ كان جوابه بالنص بأنه هذا يتطلب أموالا وبنى تحتيه. زين، إذا هالشكل من أيام صدام حسين بالثمانينات تحديدا وقبل حتى بالسبعين أواخر السبعينات 78-79 وزع قطع أراضي سواء لسكنية أو غير سكنية، حتى هذه اللحظة في أحياء بالعراق ما بها بنى تحتية، يعني آخرها أحد الأحياء متعلق بالحرفيين بأكثر من محافظة عراقية ماكو بنى تحتية. زين، ليش أنت متوزع كحكومة تقول تريد تخصيصات أموال وتقول تريد بنى تحتية، ليش متوزع قطع أراضي للناس بدل ما قاعدين بالتجاوز؟ الآن العراق كل سيد الرئيس تحول إلى تجاوز، البساتين، المناطق الخضراء، الساحات اللي مخصصة لمرافق معينة تحولت إلى تجاوزات. يعني إحنا راح نشرع كمجلس نواب بالأيام القادمة وربما شرعنا قوانين نقر فيها التجاوزات، وراح نكون نمر بمرحلة انتخابات راح نقر الكثير من التجاوزات والحواسم أو ما يسمى بين قوسين الحواسم، لكن ما عندنا استعداد نشرع قانون نضمن به لكل عائلة عراقية قطعة أرض. نعم، يروح ابنها يستشهد أو الزوج يستشهد نطي قطعة أرض، ويصير حديث عن أنه قدم دم حتى يمتلك سنتيمتر مربع بالعراق، يعني إلا أنت دمك تطي يلا تمتلك أرض. هذا هو منطق؟ هذا هو تحقيق عدالة للشعب العراقي؟ حتى ما سيد الرئيس، يعني قبل 8 أشهر أنا شخصيا باللجنة القانونية قدمت مقترح قانون، وأتمنى هذا المقترح الآن يفعل، هو لتمليك الأسرة العراقية، ودعينا في هذا المقترح أن يكون ملكها مناصفة بين الزوج والزوجة، حتى لا ثاني يوم الرجال يطلع المرأة وماكو قطعة أرض، ولا المرأة هم تطلع الرجال وتخليه حاير، لا مناصفة، وعلى الأقل فد 200 متر مربع لتبني لي، ما أريد لا بناء ولا غيرها ولا سلف، لأن تقول ما عندي فلوس بس اعطيني قطعة أرض على الأقل تصير باسمي. شكرا سيد الرئيس. شكرا.